وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم، ومن النهارده بدايه جديده، من النهارده انطلاقه جديده، من النهارده بدايه موسم جديد قلبنا فيه صفحه اللي فات، حلوها ومرها، بطولاتها وانجازاتها، والحمد لله ما كانش فيه احساس ب لا قدر الله فشل او خيبه امل. الحقيقه الاهلي ختم الموسم اللي فات كاروع ما يكون، ونتمنى ان شاء الله انه الانطلاقه نستغل فيها الدفعه المعنويه والنجاحات الكبيره اللي حققها النادي الاهلي في الموسم الاخير، وتكون ان شاء الله بدايه موفقه. الاهلي يبتدي اول ماتشات الموسم الجديد بكره ان شاء الله في اول ماتش ليه في الدوري العام، هيواجه فيه مصر المقاصه. والحقيقه في التوقيت ده كان مهم جدا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب. الحقيقه من امبارح للنهارده في حاله سعاده شديده جدا، يعني مش بس البطولات والانجازات هي مصدر سعاده الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي، لا الحقيقه كمان مصدر الفخر هو القيم والمبادئ اللي بيقدمها دايما رموز النادي الاهلي، واخرهم كابتن محمود الخطيب. الحقيقه يمكن في كشف حساب مفصل ظهر في نهايه موسم منقاضي او موسم يعني اخير، اتكلم في كل الملفات وطرحت عليه كل الاسئله الخاصه بكل ما يشغل الاهلاويه. والحقيقه قبل ما نخش في الرسائل وقبل ما نتكلم في الموضوعات، كان مهم جدا ان احنا نوجه تحيه تقدير واحترام لمحمود الخطيب، مش بس عشان هو احد اساطير الكره المصريه، ومش بس عشان هو احسن لاعب في افريقيا، ومش بس عشان هو رئيس النادي الاهلي، لكن الحقيقه زي ما بيقولوا كده الانجليز leading by example، الحقيقه الخطيب مثل اعلى وقدوه وسفير يمثل حقيقه النادي الاهلي في توقيت صعب جدا، وفي توقيت في كتير من الاحداث والملابسات والخروج عن النص اللي اصبح للاسف شديد جدا سمه سائده، خرج محمود الخطيب واتكلم بكل تواضع الحقيقه في كل الملفات. نقط كثيره جدا حابين نقف عندها، برحب بحضراتكم، وعشان ما اطولش ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه، وزي ما احمد قال يمكن العالم العربي كله استمتع بحلقه كابتن محمود الخطيب امبارح طبعا مع استاذ يعقوب السعدي على شاشه قناه الاهلي، صدى كبير قوي للحلقه دي، مش بس واحنا بنتفرج على كابتن محمود الخطيب الاسطوره اللي دايما بقول انه شعبيه الكوره في مصر كانت حاجه قبل الخطيب وحاجه ثانيه تماما بعد الخطيب، ويعني نقل فعلا شعبيه الكوره في مصر، ولكن كمان واحنا بنتكلم على ان احنا بنتفرج على رئيس النادي الاهلي لفت نظرنا حاجات كتير قوي، مش بس اسلوب الحوار ولا عدد ساعات الحلقه اللي كان كلها كلام عن النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي والاهداف اللي جايه للنادي الاهلي، ومفيش اي كلام عن اي او اي حاجه، احنا بنتكلم عن نفسنا بس. ولكن يمكن من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري ولسه كنت بتكلم فيها مع احمد هي توقيت الظهور. الحقيقه ده نحط تحتيه مليون خط، انه توقيت الظهور في الوقت ده الكابتن محمود الخطيب والناس كلها مستنياه بقالها فتره ان هو يطلع ويتكلم ويرد على اسئله الكثير من الاهلاويه، بيدل على انه الحقيقه المسؤولين في النادي الاهلي عندهم مصلحه الكيان اولا، ما عندهمش فكره الشو الاعلامي او انه لازم نطلع في الاعلام بشكل متكرر او عمال على بطال زي ما بيقولوا، لا الفكره كلها انه احنا ناس بتشتغل عندنا مصلحه الكيان، عندنا تحديات كتير وعندنا اهداف كتير، وبعد ما حققنا الاهداف دي الحمد لله وحققنا النجاحات والانجازات اللي حضراتكم شايفينها، ده الوقت المناسب اللي يطلع حد بقيمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ان هو يتكلم ويرد على كل الاسئله اللي بتدور في اذهان طبعا كل الاهلاويه، ويوضح حقائق كتير، يوضح قد ايه مشوار كان صعب جدا نحو تحقيق البطولات دي، وايه التحديات اللي قابلته وقابلت المسؤولين بشكل عام في النادي الاهلي، ويبدا يجاوب على اسئله كل الاهلاويه وكل ما يدور في اذهان الاهلاويه زي ما احنا شفنا في حلقه امبارح. ده كان وقت مناسب جدا الحقيقه انه يطلع ويجاوب ويرد ويوضح حاجات كتير، لانه خلاص احنا حققنا انجازات كبير قوي ولسه اللي جاي اكتر كمان يا احمد. طيب من الكلام اللي اتقال، وبرده قبل ما ندخل في التفاصيل مهم جدا ناكد على، انتوا دايما بتسمعونا بنقول دايما على فرقه النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي المختلفه في مختلف الرياضات ومع مختلف الاجيال انه دايما الفريق هو النجم، ودايما لما بنيجي نتكلم على القناه بنقول ان واحد من اهم اسباب نجاح قناه الاهلي بعد تطويرها هو روح فريق العمل. انا بيتهيالي انه وده شيء ما اتقالش بشكل مباشر لكن يعني استشفته من كلام كابتن خطيب في كل الموضوعات اللي اتناقشت امبارح، حتى على مستوى مجلس الاداره في النادي الاهلي برضه بنتكلم على روح الفريق، وانه النادي الاهلي او كان النادي الاهلي
هو النجم، وانه مفيش شخص صاحب فضل على النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي صاحب افضال كثيره جدا على كل من انتمى لهذا النادي بما فيهم جماهيره، واللي كان الحقيقه مصدر من مصادر السعاده والفخر عبر الزمن لكل جماهير النادي الاهلي. مهم جدا نتكلم انه رئيس النادي الاهلي لم ينسب لنفسه فضل ولا انجاز مما تحقق، على الرغم من عدد الانجازات اللي اتحققت سواء في البطولات اللي بتحققها الفرقه الرياضيه او حتى كمان فيما يتعلق بالانجازات اللي تعلقت بالبنيه التحتيه وتطوير الفروع المختلفه للنادي الاهلي. فكره انه ما فيش شيء يتم الاعلان عنه حتى على لسان رئيس النادي الا بعدما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الإدارة، الكلام ده كله الحقيقة بيرسخ قواعد وبيأكد على أن الشعار اللي رفعه النادي الأهلي التاريخ والتطوير والمبادئ هو شعار يتم ترجمته حرفيا وفعليا أيا كانت مستوى المسؤولية، حتى لو كنا بنتكلم على رئيس وقامة كبيرة جدا بحجم رئيس النادي الأهلي. الحقيقة يمكن كمان من ضمن الرسائل المهمة امبارح اللي قالها كابتن محمود الخطيب اتكلم على الحالة العامة اللي بتعيشها الدولة، واتكلم على انه حالة الاستقرار وحالة الانجازات اللي بتتحقق دي بيرجع فيها الفضل للسياسة الحكيمة اللي بيتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلم كمان وقال وخدوا بال حضراتكم انتوا بتتكلموا مش عن لعيب كورة عادي، لكن وشوفوا هنا يعني حجم التواضع وازاي في احساس كبير جدا وعالي جدا بالاخر. كابتن خطيب اللي كان في يوم من الايام أهم لاعب أو أحسن لاعب في إفريقيا، أسطورة كرة القدم اللي في حبه وفي عشقه، صار مئات الملايين، أنا مش بتكلم على 80 مليون أهلاوي النهاردة موجودين جوه مصر، أنا بتكلم على مدار عصور كتيرة جدا، ناس كتير جدا حبت محمود الخطيب، بنتكلم على رجل في حجم وقامة رئيس النادي الأهلي، وما أدراك حجم وقيمة رئيس النادي الأهلي، الراجل ده بيتكلم إنه لما تولى ملف الكورة كان عنده إحساس وإدراك شديد جدا بحكم إنه في يوم من الأيام كان لعيب صغير على حد تعبيره، إزاي لعيبة النادي الأهلي بتحس، ومن هذا المنطلق كان بيتعامل معاهم وبيدعمهم إزاي في كل خطوات وفي مشوار صعب جدا مشي فرقة أو مشيته فرقة النادي الأهلي عشان توصل لتحقيق إنجاز الثلاثية. يمكن كمان من أكتر ما لفت نظرنا كلام كابتن محمود الخطيب على أنه من أكبر التحديات اللي واجهته كانت الشائعات والكلام اللي بيتقال في وقت فعلا المسؤولين كانوا بيشتغلوا بس علشان يركزوا في اللي جاي وفي تحقيق الأهداف سواء كانت الدوري أو أفريقيا أو غيره، والحقيقة أنه ده اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم يمكن طول الفترة اللي فاتت، كان في كتير من حضراتكم عايز أنه لا اطلعوا ردوا دلوقتي، كان الكلام كويس قوي من كابتن محمود الخطيب أنه احنا بنرد بالقانون وداخل المستطيل الأخضر، وده اللي حصل. احنا بنتكلم الحقيقة في أن احنا ردينا، لما دايما بقول كلمة الصورة بقى ألف كلمة تساوي ألف كلمة، احنا ردينا بالأفعال، احنا ردينا بالإنجازات، احنا ردينا واحنا رافعين درع الدوري ورافعين كاس أفريقيا وكاس مصر ولسه اللي جاي إن شاء الله، وهو ده الحقيقة طريقة تعامل إدارة النادي الأهلي، إنه مش بس بطلع أرد كل شوية على أي كلام بيتقال، أنا برد في الملعب، أنا برد بالقانون. كمان الحقيقة كابتن محمود الخطيب كلامه على مؤمن زكريا وقد إيه شفنا قد إيه هو إنسان عظيم، وده مش بس بان امبارح، دي حاجة معروفة جدا عن كابتن محمود الخطيب وعن قد ايه ده حقه علينا ان احنا نبقى في ظهره وان احنا نقف جنبه وان احنا ندعمه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده، ووجوده معاه وجنبه دايما وجماهير النادي الاهلي طبعا دايما في ظهره ومسؤولين النادي الاهلي، ده الحقيقة فرق جدا، والحقيقة برضو فرق مع الناس قوي كلامه على كابتن محمد عبد الوهاب.